سافرتي ألمانيا عشان كان عندك مشكلة صحية، وهناك قابلتي رجل الأحلام التعويض الكبير. لا، هو انا قابلته هنا، انت قابلتيه في مصر؟ قابلته هنا في مصر. انا كنت بدور على دكتور عظام، فقالوا لي ده في دكتور عظام مصري الماني جاي لمده كام ساعه وماشي. فانا احب اقول لكم انا كنت رايحه لابسه شبشب ويجيب اي كلام. انا دي مش قادره امشي ما اعرفهاش على فكره. والله مش قادره امشي، انا بقالي 6 اشهر على السرير قاعده، يعني مش بقدر. بروح لدكاتره وكل دكتور يقول لي ايه 3 اشهر، شهر، 15 يوم على السرير ما تقوميش. فانا رايحه بجد، يعني كان سوري اللي بتشتغل عندي احسن مني يعني. فانا رحت قعدت معاه شويه، فهو قال لي انت ما عندكيش حاجه. فانا قلت ده اكيد يعني مش شاطر خالص، اكيد مش شاطر خالص يعني. بعدين قال لي، لان هو قال لي حاجه كده اعملها، ارفع ايدي، انزل تحت، اطلع فوق. فقال لي انا مش شايف حاجه، ولا اشعه، ما فيهاش حاجه، انت بس عندك حاله نفسيه تعبانه قوي. فانا اليوم ده انا عيطت. انا مش عيطت عشان عندي حاجه مضايقه، انا عيطت ان انا كل التعب ده وكل الشهور دي وانا مش واخده بالي ان انا فعلا تعبانه نفسيا. نفسيتك هي اللي فتره طويله بقالي 6 اشهر، 6 اشهر كنت قاعده، والفتره بقى اللي هي كنت زعلانه فيها، الفتره دي انا كنت متطلقه يعني. الفتره اللي هي القعده على السرير دي كنت خلاص اتطلقنا، وكان كل واحد راح لحاله يعني. فبس فهو ايوه، بس ايه بقى الكليكه جت ازاي؟ هو نزل يوصلني ايوه من عند صاحبتي، فقال لي معلش انا، لا هم قالوا لي لا, لا والله هي تعترف بعدها، هي تيجي من اول قصه طويله سؤال. وقصه يعني ايه، مش انت هتيجي من اول سؤال. انا عارفه اول سؤال. هي قصه طويله. هو قال لي انا ما اعرفش، انا سمعت ان انت مطربه، سامحيني انا اخري علي الحجار، لما مشيت من مصر كان اخري على. قلت له لا ولا يهمك يعني، بس انا فعلا بغني يعني وكده. فاديني شريط، اديته شريط، قلت له انا معايا سي دي بتاعي تحت، فلو تنزل تاخده معايا. قال لي لا انا نازل، كان المفروض ابعته مع الشغاله. فقال لي لا انا هاجي معاكي. فجي معايا العربيه، قعد شويه، اتكلمنا شويه، قال لي اديني تليفونك عشان انا لازم اطمن على ظهرك. فانا قلت له انا اسفه، انا لازم ايه استاذن صديقتي الاول، لو اديك التليفون او لا. فهو زعل، هو كان اداني حقنه في اليوم ده، قال انت مش محتاجه اكتر من حقنه في المفصل، لان المفصل فيه التهاب، مفيش اكتر من كده، ما عندكش اكتر من كده. فانا ايه فانا روحت. المعجزه اللي حصل ان انا تاني يوم مشيت. ايوه هو قال لي لازم تمشي، مفيش حاجه اسمها تقعد. الدنيا ابتسمت فمشيت. فوديت الله يرحمها، قالت لي يا بنتي لازم تشكري. قلت لها ماما ايه؟ قلت لها يا ماما هو قال لي صحيح نسيت اقول لك، هو قال لي لا خدي التليفون ما دام انت مش عايزه، خدي تليفوني وطمنيني وانا في المانيا عشان انا مسافر بكره الصبح. اوكي. فقلت له طيب. فماما قالت لي الله يرحمها، قالت لي لازم تشكره، ده انت كنت فين وبقيتي فين وامتي بتمشي وكده، ابن حلال. ابن حلال. لما يجي مصر انا لازم اعمل له اكله حلوه. حلاوته حلاوته. والله. والله. فبعدين انا يا دوبك قلت مساء الخير. الحب من اول مره. اهلا كده برضو كل ده، ما تكلمينيش وانا زعلان. ده في نفسك، ده انت كلمتيه تاني يوم. لا كلمته بعد فتره. بعد يعني تقريبا اسبوعين. لها لازم بقى تجيب لك خفيف. فانا بقول لماما اصل انا مكسوفه اكلمه، اصل ما يصحش، اصل ما ينفعش. قالت لي لا يا بنتي ما يصحش، ده الوحيد اللي خلاكي قمتي مشيتي. فانا يا دوبك بس بقول الو، لقيته فاكر صوتي وانا مستني التليفون ده ومش عارف ايه، وانت فين وما بتكلمنيش ليه، طب انا عايزه اطمن عليكي بس. وبدات القصه بقى كل يوم. ده قلب الام هو الواضح اللي هو كان حاسس ووداكي للحته دي. الحب ده مختلف عن في السن، حتى واحنا في السن هو بيبقى عقلاني قوي، هو بيبقى عقلاني جدا يعني. انت بتبقي ايه مريتي بظروف، فبتبقي مش عايزه تقعي في نفس المطبات، ومش عايزه يعني بيقولوا ايه اتوسم في اللي قدامي اكتر من حجمه ايا كان، حتى لو كان هو حاجه يعني فعلا تستاهل ده. بس برضو الاحسن ان الواحد بلاش يظن في اللي قدامه كتير قوي، لان اللي فيه شخص تاني هيعمله يعني. انا شخصيه لسه بالنسبه له مبهمه، فيمكن لما يعملني يبقى مش كويس، يمكن يبقى كويس.